مساء الخير عليكم، ابتسامة استقبلكم وألقاكم كل أحد وثلاثة من خلال برنامج الاستئناف الساعة 8 مساء مباشرة على تلفزيون الشاهد، من خلال برنامج الاستئناف اللي من خلاله نناقش مواضيع مختلفة مع شخصيات مختلفة، فكل مختلف مميز. واليوم معي إحدى الشخصيات المميزة كالعادة، خلوني أقدم لكم ضيفي وهو الأستاذ عبد الله خالد الغانم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا. شرفتني أستاذ. شرف الله يسلمك. طبعا اليوم أستاذ إحنا نتكلم عن حديث الساعة، حديث العالم كله الصراحة، وهو إمكانية يعني حدوث أو إحنا تخوف حايشنا من حدوث حرب عالمية ثالثة. يعني في البداية ببتدي معاك، أنت كاتب ومحلل سياسي. صحيح. شو اللي خلاك، أول شيء خليني أبتدي معك، شو اللي خلاك تكون يعني تدخل في مجال التحليل السياسي؟ في البداية الدراسة، مجال الدراسي، يعني الشهادة اللي درسناها أو المجال العلمي اللي درسناه ودخلنا فيه في جامعة الكويت هو العلوم السياسية، وأخذنا هذا الخط بعدها عد، وصار المجال يعني يستهوي فكر ويستهوي الانتباه ويستهوي الرصد عند أي متخرج من العلوم السياسية بشكل عام، وأنا واحد من عرض هالناس هذيلي. جميل أستاذ. أستاذ عبد الله، الحين يعني خليني أقول لك في جملة دائما تقال، يعني هل ستقرع طبول الحرب ولا يعني هذه سحابة الصيف وبتمر علينا؟ طبول حرب روسية أوكرانية شيء، وطبول حرب عالمية شيء ثاني. طبول حرب روسية أوكرانية شيء، وطبول حرب عالمية ثالثة شيء آخر. إيه نعم. أن تقرع طبول حرب عالمية ثالثة هذا شيء يعني شبه مستحيل أو ضرب من أضرب الخيال، بسبب دخول العالم أو وجود العالم أو خضوع العالم بشكل عام لحالة توازن رعب نووي بين القوى العظمى في العالم. وعلى سبيل المثال يعني للاستدلال بهذا الشيء، قبل تقريبا أسبوع زار ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني لعرض وساطته عليه، وبعد المؤتمر الصحفي طلع بوتين وصرح تصريح يعني مثير للجدل نوعا ما. قال صحيح قوات الناتو مجتمعة قد تكون متفوقة في القوة التقليدية على روسيا، القوة التقليدية بمعنى السلاح التقليدي من طيران ودبابات وسلاح ومشاة وسلاح يعني تقليدي، صحيح قوات الناتو مجتمعة متفوقة على روسيا تقليديا، ولكن على الناتو ألا تنسى بأن روسيا تمتلك أكبر عدد من الرؤوس النووية في العالم. بالتالي هو يشير بشكل غير مباشر بأن هناك توازن رعب نووي بين روسيا وبين الناتو أو القرب بشكل عام، وأردف في نهاية تصريحه قائلا إذا دخلنا في حرب مباشرة مع الناتو أو مع القرب لن يكون هناك منتصر بلا أدنى شك، بسبب حالة توازن الرعب النووي بين هذه القوى. لذلك لا نتوقع بأي شكل من الأشكال أن تتطور الحالة يعني الاستقطابية بين الروس والغرب إلى حالة حرب عالمية. بحدود المسألة ستكون الساحة الأوكرانية. جميل. لو اندلعت حرب مثلا، يعني شنو السيناريو لبداية هذا الحرب؟ سيناريو بداية الحرب يعني سيكون مشابه إلى حد كبير جداً بسيناريو القرم، حرب القرم التي حصلت في 2014. أعتقد أن السيناريو المتوقع القرم اللي هي داخل في أوكرانيا، في أوكرانيا الآن تبع روسيا، الأراضي اللي سيطرت عليها روسيا، نتوقع أن يكون هناك دعم أكبر وأوسع لجماعة أو ميليشيا الرجال الخضر. هذه ميليشيا عسكرية مسلحة موجودة في الأراضي الأوكرانية، وهم في الغالب عرقهم سلافي يعني روسي، ويدينون بالولاء الكامل والمطلق للدولة الروسية الاتحادية، ويعني يعتبرون مكمل استراتيجي روسي في الأراضي الأوكرانية. لذلك نتوقع أن يكون هناك دعم عسكري كبير لميليشيا الرجال الخضر، وميليشيا الرجال الخضر هي من ستدخل في صدام عسكري مباشر في المرحلة الأولى مع القوات النظامية الأوكرانية. ثم بعد ابتداء أول رصاصة حرب واندلاع يعني الصراع بين ميليشيا الرجال الخضر والقوات النظامية الأوكرانية، بعدها نتوقع أن يكون هناك قطاع جوي روسي
ثم بعدها نتوقع بعد سيطرة الرجال الخضر على بعض الأراضي أن تبدأ روسيا بالدخول تدريجيا في الأراضي الأوكرانية. هذا السيناريو قد لا يحدث اليوم، ممكن يحدث بعد شهر، ممكن بعد 6 شهور، ممكن بعد سنة، ولكن المؤكد أن حدوثه سيكون قبل عام 2027 بناء على آراء معظم يعني جهابذة يعني التحليل الاستراتيجي والعلاقات الدولية ومنهم كيسنجر، يعني يعتقدون أن روسيا ستبتلع أوكرانيا يعني على أقصى تقدير في 2027. بالمقابل أيضا يعتقدون أن الصين ستبتلع تايوان على أقصى تقدير قبل 2027. لذلك قد لا تحصل الحرب اليوم بين روسيا وأوكرانيا صحيح، ولكن يعني ستحصل في يوم ما، وسيبتلع الروس أوكرانيا في يوم ما بدون أدنى شك. يعني هنالك حرب أنت تقصد؟ ستحصل حرب بدون أدنى شك بين الروس والأوكرانيين على أوكرانيا، ولكن في حدود أوكرانيا، لن تكون أوسع من أوكرانيا، ما في تدخلات، لن يدخل أي طرف. يعني هذا كلام على ورق، هذا الواقع، وهذه المعطيات الاستراتيجية وحالة ميزان القوى الأوروبي وميزان القوى العالمي وحالة ميزان الرعب بين روسيا وبين الغرب، تجعل مسألة تدخل الغرب لردع روسيا عسكريا بعد دخولها في أوكرانيا مسألة غير منطقية. جميل. زين استاذ، انا مجهزه تقرير، خلينا نشوف هذا التقرير واللي يعني يحتوي على مشاهد مع الاسف يعني احنا نحذر منها اكيد، ولكن ما نبيها تتكرر، عشان كذي انا حبيت ان نضع هذا التقرير. نشوف هذا التقرير ورجع لكم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وطبعا مثل ما شفتوا يعني هذا في الحرب العالمية الثانية، واللي كلنا ما نتمنى أن تكون هنالك حرب عالمية ثالثة، لأن في النهاية من يتحمل هذه الأمور هم الشعوب، وسياسة البقاء للأقوى لا تتحملها الشعوب. أرجع لك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، لو اندلعت حرب، الاتحاد الأوروبي هل يعني راح يتحد ولا ينقسم ضد روسيا؟ واضح. طبعا أعتقد شخصيا أن الاتحاد الأوروبي حلفة أكثر هشاشة أمنيا من أن يواجه ويستمر بالمواجهة ويدخل في صدام مباشر مع روسيا، حتى وإن كانت الولايات المتحدة مظلة حامية للاتحاد الأوروبي، لأن أصلا هناك تباين واضح في رؤية دول الاتحاد الأوروبي عموما للنظام العالمي. هم ليسوا متفقين أصلا على ماهية سياستهم الخارجية وتعاملهم ومقاربتهم الدولية مع عموم دول العالم كاتحاد أوروبي. بعض دول الاتحاد الأوروبي منطلقها غير واقعي، يعني منطلقها الدولي في مقاربتها الدولية غير واقعي، يعتمد على 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 سبيل المثال معايير ومبادئ حقوق الإنسان، ومنطلقهم وحساباتهم في مقاربتهم الدولية تعتمد على سبيل المثال يعني اليوتوبيا المثالية المنفصلة والمنفصمة عن الواقع بشكل كامل، بينما بعض دول الاتحاد الأوروبي يعني تعتمد في مقاربتها الدولية على معادلة ميزان القوى الأوروبية التقليدية التي كانت موجودة بين الحربين العالميتين وقبل ذلك.
بالتالي لا نعتقد أن أوروبا ستستمر، أو لا نعتقد أن أوروبا الاتحاد الأوروبي سيستمر بمقاربة دولية موحدة، خصوصا مع اندلاع أزمة مثل أزمة روسيا وأوكرانيا. بلا أدنى شك سيكون هناك ضغوط جيوستراتيجية على بعض الدول يعني العضوة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سيكون هناك ضغوط اقتصادية على بعض الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي. بالتالي لن تكون كل دول الاتحاد الأوروبي حاملة لنفس الموقف الدولي تجاه روسيا على الأقل، فضلا عن توحيد سياستهم الخارجية مع عموم دول العالم. ومن أبسط الأمثلة يعني في 2019 نهاية حقبة ترامب تشكل تحالف حماية الملاحة البحرية. هذا التحالف كانوا أعضاء أو يرأس الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون، وانضمت له بريطانيا، بينما في المقابل دول الاتحاد الأوروبي كانت لهم قوى بحرية موجودة يعني في 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 عند مدخل الخليج العربي بين هرمز وباب المندب، كانت لهم بوارج بحرية في المنطقة تلك، ويشتركون فيها بعض دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل وبسياسة منفصلة وقيادة منفصلة واعتبارات مختلفة عن اعتبارات حماية الملاحة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في عهد ترامب في المنطقة هذه. بالتالي أيضا مقاربة الاتحاد الأوروبي الخارجية تختلف عن مقاربة الولايات المتحدة في الوقت الحالي. فلا نعتقد بأي شكل من الأشكال يعني أن يكون الاتحاد الأوروبي موحد، ونعتقد أن الاتحاد الأوروبي سينقسم إلى ثلاث كتل رئيسية. سيكون هناك كتلة أنجلو أميركية أو تابعة للمظلة الأنجلو أميركية. هذا يعني قراءتك. قراءة كيسنجر. نعم. قراءة كيسنجر أن الاتحاد الأوروبي سينقسم إلى ثلاث أقسام أو إلى ثلاث كتل. ستكون هناك كتلة، طبعا قراءة كيسنجر يعني يعتمد فيها بشكل أيضا رئيسي أو يستند فيها بشكل رئيسي على تقرير الاتجاهات الكونية الذي ينشره CIA الأمريكي كل 4 سنوات لقراءة يعني مستقبل النظام العالمي ويعني تشكل المستقبل. أنت تتفق مع هذه القراءة؟ واقعية إلى حد كبير. يعني رأيهم أن الاتحاد الأوروبي سينقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا الرأي واقعي جدا. ثلاث أقسام، ستكون هناك كتلة أوروبية أنجلو أميركية أو تابعة للمظلة الإنجليزية الأمريكية البريطانية الأمريكية، جزء من دول الاتحاد الأوروبي ستكون تابعة لهذه المظلة، وكذلك سيكون هناك دول أوروبية ثانية تابعة للمظلة الأوراسية اللي هي روسيا والصين، التحالف الروسي الصيني، وستكون هناك كتلة أوروبية أخرى تابعة لأوروبا القديمة بقيادة فرنسا وألمانيا. جميل. أدخلك على سؤال ثاني أستاذ. قبل ما أدخلك عن تأثير الحرب على دول الخليج أو الدول العربية، هل الحرب هذه لو اندلعت يعني شنو تأثيرها على الأسواق المالية؟ تأثيرها المباشر على الأسواق المالية شفناه في فترة أسبوع. إحنا طبعا يعني تؤثر على ما يسمى بسلاسل الإمداد النفطية أو الطاقة أو الغازية بشكل عام، اللي هي النفطية والغازية. إذا اندلعت يعني حرب روسية على أوكرانيا أو حرب روسية أوكرانية، أول شيء سيتأثر أسواق الطاقة الأوروبية. هذا رقم واحد، التأثر الأول. أسواق الطاقة الأوروبية تستمد 40% من الطاقة النفطية والغازية من روسيا مباشرة، هذا واحد. وتستمد 30% اللي هي ما بعد 40% عبر الأراضي الأوكرانية أو عبر المياه الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي. فلو حصلت أي حرب روسية أوكرانية ستضطرب 70% من إمدادات الطاقة الغازية والنفطية للاتحاد الأوروبي، لأن منبعها إما من روسيا أو يعبر من أوكرانيا. وإذا اضطربت هذه الإمدادات للسوق الأوروبي، فنتوقع عندها مباشرة ارتفاع في أسعار النفط قد تصل إلى ما يزيد عن 150 دولار، هذا واحد. اثنين، كذلك نعتقد أن يكون هناك موجة قلاء عالمي، أزمة الفحم على سبيل المثال في الصين، وهي يعني أزمة واسعة ولكن أضرت بشيء من الطاقة الكهربائية التي يستفيد منها أو يستخدمها المصانع في الصين، وترتب عليها أزمة قلاء عالمية وأزمة سلاسل إمداد عالمية.
ما بالك باضطراب 70% من إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي. تخيلي حجم الاضطراب الذي سيحصل في يعني في سلاسل الإمداد المترتبة على كل العلاقات التجارية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي مع كل دول العالم. ستحصل موجة قلاء عالمية ضخمة جدا جدا جدا. من المستفيد يعني من هذا الموضوع؟ كدول مجلس تعاون نستفيد من حالة ارتفاع النفط في السنة الأولى، ولكن استراتيجيا بدون أدنى شك سيكون هناك يعني اختلال في ميزاننا الإقليمي يعني في حال حصلت هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة ستضطر خلال هذه الحالة يعني إلى سحب عدد من قواتها، أو إذا ما كانت كل قواتها الموجودة في الشرق الأوسط، لتعويض النقص العسكري الموجود في شرق أوروبا وشرق آسيا في بحر الصين. من اللي راح تسحب عفوا؟ الولايات المتحدة. أي نعم، راح يكون هالشيء هذا على حسابنا احنا كدول مجلس تعاون. مستفيدا ما راح ندفع طبعا، ولكن احنا مستفيدين استراتيجيا من وجود ما يسمى بالمعاوض الاستراتيجي اللي هو الولايات المتحدة بقواعدها العسكرية في منطقة الخليج العربي. هذه القواعد يعني هناك تفوق إيراني عسكري على دول مجلس التعاون الصغيرة. نعم. تمام، فهذا التفوق حتى نعوضه أتينا بقواعد عسكرية أمريكية أجنبية. هذه القواعد العسكرية عاوضت هذا الاختلال وخلقت شيء من توازن القوى أو توازن الرعب بين 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 كفة مجلس التعاون والكفة الإيرانية. هذه حالة التوازن هذه هي من تضمن بشكل مباشر عدم وجود يعني نزاع مسلح مباشر بين دول مجلس التعاون وإيران. إذا خرجت هذه القوات الأمريكية وخرج المعاوض الاستراتيجي وعادت حالة الاختلال الاستراتيجي في ميزان القوى الخليجي الإيراني، عندها قد نتوقع يعني سيناريو مشابه بحرب الخليج الأولى أو حرب الخليج الثانية، اللتين اندلعا أصلا نتيجة هذا الاختلال في ميزان القوى الإقليمي الموجود في منطقة الخليج العربي. يعني هل إحنا لازم نعيد النظر في القواعد الأمريكية اللي موجودة في دول الخليج؟ نحن بحاجة للبحث عن وسائل نعاوض بها الاختلال الاستراتيجي الذي سنواجهه في حالة خروج القوات الأمريكية. مثل شنو يعني؟ على سبيل المثال تحقيق اتحاد كونفدرالي خليجي، أحد الوسائل الضرورية والمستعجلة التي يجب أن تتم في 2022 كأقصى تقدير، أن يكون هناك اتحاد كونفدرالي خليجي يعني يعتمد على ثلاث أو يعني يتضمن ثلاث مجالات أو أربع مجالات، اللي هو المجال الدفاعي والخارجي والأمني بشكل يعني ضروري أيضا والنفطي. وبنفس الوقت من المهم أيضا أن نعيد النظر في استقطاب قوات باكستانية أو قواعد باكستانية لمنطقة الخليج العربي، باعتبار أنها تاسع أقوى قوة عسكرية تقليديا في العالم، باعتبارها مظلة نووية إسلامية أيضا موجودة في المنطقة، وباعتبارها يعني تجاور إيران من الحد الآخر في الجهة الأخرى. بالتالي وجود قواعد باكستانية قاعدتين أو أكثر في منطقة الخليج العربي سيضمن بشكل من الأشكال أو سيعوض بشكل من الأشكال حالة الاختلال الاستراتيجي في ميزان القوة بيننا وبين الإيرانيين. فقط الباكستانية، أي دولة أخرى؟ كذلك من الجيد أن يكون هناك دول رفع عربية رفع للتعاون كدول عربية. يعني إذا كنت تشيرين مثلا إلى مصر على سبيل المثال، مصر والجزائر، مصر خيار جيد، ولكن مصر ستكون تحت ضغوط يعني عسكريا واقتصاديا أكبر بكثير من أن تستطيع أو أن تتفرغ أو أن يكون لديها المساحة لإرسال قوات لهذه المنطقة، بحكم أنها يعني تطل على شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي ستكون بلا أدنى شك منطقة عمليات بحكم يعني وجود الغاز في تلك المنطقة وحالة النزاع التي ستدخل فيها تلك المنطقة في حال اندلاع أي حرب روسية أوكرانية، لأن تلك المنطقة ستكون المعاوض لإمدادات الطاقة التي ستنظر لها مباشرة أوروبا. فبدون أدنى شك ستكون منطقة نزاع، وهناك يعني ما يكفي من الضغوطات على المصريين حينها
حتى يستطيعوا أن يعوضوا يعني الخلل الاستراتيجي اللي عندك. لكن أعتقد الخيار الجيد سيكون من الاتحاد الأوروبي، القوة الصاعدة يعني فرنسا، أن يكون بيننا وبينهم أيضا يعني بعض التفاهمات العسكرية، بعض الاتفاقيات الدفاعية، ستكون أيضا معاوض جيد قد يعاوض جزء من الاختلال الاستراتيجي الذي سنعاني منه بعد الخروج الأمريكي من المنطقة. يعني الحين لو اندلعت حرب بين الحرب العالمية، لن تكون حرب عالمية بأي شكل من الأشكال. لو اندلعت الحرب، خلينا نقول لو اندلعت حرب عالمية ستستمر لمدة أقصاها 7 أيام، ولن يبقى أنت قلت في تويتر، قلت هي معدومة، ولن يبقى بني آدم واحد على وجه الأرض. نعم. لأن الحالة أو التقنيات العسكرية اللي موجودة الآن ليست نفس التقنيات اللي كانت موجودة في الحرب العالمية الأولى أو حتى الحرب العالمية ليش الثانية. ليش مو شايف أن هي ممكن تكون حرب عالمية لا ثالثة؟ يمكن أن تندلع. ليش؟ لأن العالم أصلا دخل في حالة استقطاب أكثر شراسة وأكثر خطورة من الحالة التي نحن فيها الآن أثناء الحرب الباردة بين الأمريكان والاتحاد السوفيتي، ومع ذلك لم تندلع حرب عالمية ثانية، لأن هناك ما يسمى بحالة توازن الرعب النووي. توازن الرعب النووي معناته balance of power، هناك توازن قوى بين قطب وقطب، وهذا وتوازن القوى هذا أدى إلى ما يسمى إلى balance of terror، توازن الرعب. وتوازن الرعب فكرته أني أنا يا قطب ألف أخشى أن أضرب الضربة الأولى قطب باء، لأني إذا ضربت ضربتي النووية الأولى صحيح سأدمر ممكن 2/3 أرضه، ولكن سيكون لديه القدرة على امتصاص الضربة الأولى ومعاودة ضربة نووية ثانية علي، بالتالي سيكون هناك هلاك محتم للطرفين. بالتالي لن أدمر روسيا لأن روسيا قادرة على تدميري، ولن أقدم على ضرب روسيا لأن روسيا قادرة على رد الضربة بضربة نووية أخرى. هذه حالة توازن الرعب. حالة توازن الرعب تضمن استقرار السلام بين الدول العظمى، وتضمن عدم دخول العالم إلى حالة حرب عالمية ثالثة. أحسنت أستاذ. بالنسبة لي ما راح أقول الحرب العالمية الثالثة، لو كان هنالك أي نوع من الحرب، خليني أقول حرب إقليمية ممكن بين روسيا وأوكرانيا، شنو تأثيرها بسلبا وإيجابا علينا إحنا؟ يعني موضوع جدا مهم. علينا كدول مجلس تعاون، تأثيرها الإيجابي الأول ارتفاع سعر النفط، وهذا شيء يعني بدون أدنى شك سينعشنا ماليا. هذا واحد. اثنين، تأثيرها السلبي بعد مرور السنة الأولى اللي هو مثل ما قلنا قبل شوي، سيضطر معاوضي الاستراتيجي دفاعيا في المنطقة الولايات المتحدة إلى سحب قواته وإعادة تموضعها في شرق آسيا وشرق أوروبا لمواجهة التحديات الجديدة التي ترى بها الولايات المتحدة أولوية أكبر من وجودها في هذه الأراضي أمام إيران. بالتالي هذا الخروج الأمريكي سيؤدي إلى حالة اختلال استراتيجي، وهذا الاختلال الاستراتيجي قد يشكل إغراء أمني يدفع بعض الدول الإقليمية، وعلى يعني بشكل مباشر نقصد إيران، يدفع بعض الدول الإقليمية أو يدفع إيران للإقدام على خطوة مشابهة لخطوة روسيا مع أوكرانيا مع أحد الدول الخليجية الصغيرة. جميل. إذن أستاذ، بالنسبة لحلفاء روسيا، يعني لو سمح الله يعني صار هنالك حرب إقليمية أوكرانيا روسيا، أوكرانيا روسيا، أو خليني كبرت صارت بين أوكرانيا أمريكا، عفوا روسيا أمريكية، باردة، لن تكون مباشرة، لن تكون حرب مباشرة بأي شكل من الأشكال. جميل. وبايدن بنفسه صرح قبل 3 أيام، نعم، قال لن يطلق أي جندي أمريكي رصاصة واحدة على أي جندي روسي. بالنسبة لهذا الموضوع، الحين حلفاء روسيا قريبين من الخليج، حلفاء روسيا وداخل إيران. الخليج عندنا قواعد، يعني في البحرين، في قطر، عندنا قواعد أمريكية. هل يعني في احتمال أن يكون هناك تبادل في إطلاق النار؟ إذا كنت تقصدين إيران إن هي الحليف الروسي، إيران صحيح حليف روسي، ولكن هناك مفاوضات نووية ستحرص الولايات المتحدة على إنهائها عاجلا مع إيران. بالتالي نعتقد نهاية السنة اللي احنا فيها الآن، أعتقد أن إيران لن تكون مع الجانب الروسي بشكل أكبر من كونها مع الجانب الأمريكي. ستلعب دور يعني محايد إلى حد ما بين الروس والأمريكان، وسيجد الأمريكان بعض الجزرات التي بإمكانهم أن يستميلوا الانحياز الإيراني من انحياز إلى حياد بينهم وبين الإيرانيين، بينهم وبين الروس عفوا. اي نعم.
خلينا نتكلم عن الصين، هل راح يكون يعني من توقعاتك راح يكون لها دور؟ الآن لها دور، مو راح يكون لها دور. الدور واضح بالتنسيق المشترك الصيني الروسي. يعني تزامن التصعيد الصيني ضد تايوان والحشد الصيني البحري المحاوط لتايوان تزامن يعني بفترات متقاربة على الأقل إذا ما كانت بنفس اللحظة، تزامن مع التصعيد الروسي والحشد الروسي على الحدود الأوكرانية. وفي ذلك إشارة على تنسيق مشترك صيني روسي قطب أوراسي، تنسيق مشترك للضغط أمنيا واستراتيجيا على حلفاء الولايات المتحدة في وقت واحد في جبهتين مختلفتين، واحدة في شرق آسيا واحدة في شرق أوروبا. هذه الحالة يعني تفتت أو تشتت التركيز الأمريكي عندما تتعامل مع قوتين عالميتين، أحدهما ثاني أقوى جيش في العالم والأخرى ثالث أكبر جيش في العالم. وعلى فكرة بناء على تصنيف Global Firepower وهي يعني مركز دراسات أمريكي وهو أدق مركز دراسات يقيم ما يسمى بمؤشر القوة، يعتقد مركز Global Firepower يعتقد أن القوة المجمعة للصين وروسيا مع بعض تتفوق على القوة المجمعة لبريطانيا وأمريكا مع بعض في الوقت الحالي في 2022. لذلك من أولويات الولايات المتحدة ألا يكون الصينيين والروس متفقين ومجتمعين في محور دولي واحد في الفترة القادمة ضد المحور الغربي الذي ترأسه الولايات المتحدة. وهل يعني خلينا نقول روسيا والصين يعني ممكن أن يتم تفكيكهم؟ حصل التفكيك سابقا في فترة يعني الحرب الباردة. تمكن كيسنجر من كان وقتها وزير خارجية أمريكي، وتمكن من اعتماد سياسة يعني العمودين المتوازيين، وحاول وقتها تفكيك يعني المصالح الاستراتيجية للصين الاشتراكية التي كانت جزء من المحور الشرقي مع المصالح السوفيتية التي كان يرأسها الاتحاد السوفيتي روسيا. استطاعوا في وقتها تفكيك المصالح الروسية أو المصالح السوفيتية عن المصالح الصينية، وخلقوا فجوة مصلحية بين القطبين، وتمكن الولايات المتحدة من يعني تعميق هذا التفكيك وصولا إلى تفكيك كل الاتحاد السوفيتي اعتمادا على هذه السياسة التي فرقوا فيها مصالح الصين وروسيا. أعتقد روسيا والصين الآن لديهم يعني تجربة تاريخية إزاء مسألة يعني اتجاه القرب لتفكيك مصالحهم المشتركة، ورأوا نتيجة هذا التفكيك اندثار قوتهم العسكرية وتراجعهم، ويعني استحواذ وهيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي لمدة 30 سنة. فلا أعتقد أنهم يعني سيقعون بنفس الخطأ مرة ثانية. جميل. الدب الروسي والتنين الصيني اجتمعوا مع بعض. استاذ، بالنسبة حق الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، الحين أبي قراءتك. احنا من قبل اعتقد انت بلغتني ربع ساعة صار هنالك انسحاب. صحيح. شنو قراءتك انه كان في حشد عسكري ثم انسحاب؟ صحيح. طيب، الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية لازم نفهمه في سياق استراتيجي أول شيء قبل لا نفهمه كحالة تكتيكية وتحرك تكتيكي. نعم. السياق الاستراتيجي للتصعيد الصيني الروسي ضد تايوان وأوكرانيا في وقت واحد يأتي في إطار بداية تحول النظام العالمي. النظام العالمي من سقوط الاتحاد السوفيتي إلى عام 2020 نتكلم على نظام أحادي القطبية، دولة واحدة تسيطر على كل دول العالم. الآن في سنة 2022 قبل سنتين تقريبا في نوفمبر 2019 تمكن الصينيين والروس يعني من إيجاد تقنية تسمى بصواريخ الفرط الصوتي. صواريخ الفرط الصوتي يعني صواريخ باليستية قادرة على حمل الرؤوس النووية، وهذه الصواريخ قادرة على اختراق منظومات الدفاع الغربية بالكامل بما فيها منظومة الستار وور. هذه الصواريخ التي دخلت في القوى العسكرية يعني لروسيا والصين يعني حولت حالة
يعني انعدام توازن الرعب بين الولايات المتحدة وبينهم إلى شكل من أشكال توازن الرعب من جديد. تفكك الاتحاد السوفيتي وهيمنت الولايات المتحدة على العالم لأنها وجدت منظومة الستار وور التي كانت تستطيع ردع صواريخ روسيا البالستية النووية في وقتها وهي في روسيا قبل أن تنطلق. بالتالي أمريكا لديها القدرة على تدمير روسيا نوويا، بينما روسيا لا تمتلك القدرة على تدمير أمريكا نوويا لأن منظومة الستار وور قادرة على ردعها. فحالة توازن الرعب انعدمت، بالتالي هناك تفوق أمريكي. الآن في 2019 حالة توازن الرعب بدأت للرجوع مجددا مع إيجاد الروس والصينيين لصواريخ الفرط الصوتي. حشد الصينيين يعني بإحاطة أوكرانيا وحشد الروس بإحاطة تايوان عفوا وحشد الروس بإحاطة أوكرانيا يعني يأتي في سياق مقايسة يعني النظام العالمي الجديد ومقايسة رد الفعل الأمريكي والغربي مع بعد دخول يعني صواريخ الفرط الصوتي أو حالة توازن الرعب الجديدة التي استطاعوا أن يحوزوا عليها في نوفمبر 2019. وحقيقة هذه المقايسة اتضح منها بشكل واضح لا يدع مجالا للشك بالنسبة لي على الأقل أن الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا يأخذون مسألة يعني توازن الرعب هذه بعين الاعتبار ويعطونها شكل من أشكال الاعتراف الضمني في السلوك، خصوصا عندما رأينا تصريح بايدن عندما قال لن يطلق أي جندي أمريكي رصاصة واحدة ضد أي جندي روسي. يعني هذه فيها إذا دخل أوكرانيا وهذه فيها اعتراف ضمني بحالة توازن الرعب التي استطاع الروس والصينيين أن يمتلكوها منذ 2019. يقول رعب ولا أنه هو توازن الرعب كحقوق إنسان والسلام ينظر للسلام توازن الرعب. توازن الرعب، توازن الرعب يؤدي بشكل من الأشكال إلى حالة السلام العالمي. إذا كان هناك توازن الرعب تخشى أن أدمرك وأخشى أن تدمرني، لن أقدم على يعني إطلاق الرصاصة الأولى عليك حتى لا تدمرني ثم أرجع بتدميرك ونتدمر كلينا. بالتالي توازن الرعب يؤدي إلى السلام لأني أخاف على نفسي من الهلاك إذا أقدمت على مقاتلتك أو على الصدام معك عسكريا بشكل مباشر. ليش روسيا ما يعني سوت نفس اللي سواه بايدن؟ روسيا ما واجهت أمريكا بشكل مباشر، راحت إلى أوكرانيا. أوكرانيا كانت جزء من الأراضي الروسية حتى نهاية الاتحاد السوفيتي قبل 30 سنة. كييف هي أم العواصم الروسية أصلا وهي أول عاصمة روسية. 20-25% من الشعب الأوكراني أصلا شعب روسي. أوكرانيا يعني تشترك مع روسيا بحدود طويلة جدا. أوكرانيا يعني دولة مؤثرة جيوستراتيجيا على روسيا والعكس. فمسألة أن يعني تدخل أوكرانيا في شراكة عسكرية مع الناتو وتتحول أوكرانيا أراضيها إلى جزء من استراتيجية الناتو الجيوستراتيجية الضاغطة على روسيا مسألة خطيرة جدا بالنسبة للروس. بالتالي تمكن الروس من فرض منع أوكرانيا للدخول لقوات الناتو لحلف الناتو من خلال هذا الحشد ومن خلال استعراض حالة توازن الرعب والقدرة يعني العسكرية التي لديهم من خلال الحشود التي عملوها مؤخرا، وبالتالي فرضوا نفوذهم على أوكرانيا دون الحاجة إلى دخولها في الوقت الحالي على الأقل. وأمريكا ما راح تتخوف يعني أن هي يعني إحنا ننظر لها هي الدولة الأولى القوة الأولى في الوقت الحالي، لا أعتبرها القوة الأولى. التصرف اللي حصل من بايدن هل راح يقلل من بايدن واقعي درجتها؟ صحيح. هي طبعا كلام بايدن أو سلوك بايدن ليس إلا ترجمة موضوعية للحالة العالمية التي يعيشها النظام العالمي الآن. نعم. لم يأتي بجديد، يعني هو لم يخفض أمريكا درجة وأمريكا يفترض أن يكون موقعها أعلى، هو فقط يفعل ما هو الحال الواقعي والموضوعي الآن الذي يعيشه العالم. بالتالي يعني معاملة بايدن لبوتين أو لروسيا بهذه المعاملة الخاضعة لحالة توازن الرعب ما هي إلا تعبير للحالة الواقعية التي يعيشها ميزان القوة بين الطرفين. أي نعم، عبالي بتكمل. لا. أبي خلينا نتكلم، أرجع لك على إحنا كدول عربية يعني شنو نقدر نتصرف فيه؟ يعني هل ممكن يكون هنالك تدخل من دول الخليج في هذا الأمر، ولا إن هم يكون يلتزمون الحياد أفضل لهم؟
كدول خليج ودول عربية بشكل عام، يعني وزن دول الخليج ودول العربية عموما العسكري لا يرقى للدخول أو لترجيح كفة طرف دولي على حساب طرف دولي بين روسيا وأمريكا مثلا أو المحور الشرقي والغربي، لكن كدول مجلس تعاون مثلا الورقة الوحيدة التي بالإمكان أن نتدخل بها مستقبلا هي ورقة الإمدادات النفطية. بمعنى في حال حصل اضطراب في إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، ممكن تلعب دول الخليج لعبة المعاوض في الإمدادي لإمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي مباشرة، حتى نمكن الاتحاد الأوروبي من خلق بدائل أو من إيجاد بدائل نفطية وغازية عن الاتحاد الروسي. وطبعا العملية هذه تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى ممكن سنة إلى سنتين حتى يتمكن الخليج من معاوضة جزء من الاستهلاك الأوروبي من إمدادات الطاقة الغازية والنفطية التي يستهلكونها من الروس. أما ماذا يجب أن نفعل كدول خليجية ودول عربية؟ أعتقد ما يجب أن يفعله الجميع في العالم وليس نحن فقط هو التزام الحياد وانتظار ما ستؤول إليه الأمور. العالم قيد التحول من نظام أحادي القطبية إلى نظام ثنائي القطبية. النظام الثنائي القوى، بمعنى هناك دولتين أو محورين في العالم يحكمون وليس دولة واحدة. النظام الثنائي القطبية بالنسبة للدول متوسطة القوى كإيران كمصر كتركيا كالسعودية، القوى الأقاليمية في المنطقة مثلا أو كباكستان أو كقوى إقليمية متوسطة في أقاليم أخرى في العالم، حالة الثنائية القطبية جيدة لنا لأنها تعطينا مزيد من الاستغلالية، تعطينا القدرة على المناورة بين القطبين، بالتالي يكون لدينا استغلالية دولية أكبر، يكون لدينا مساحة أكبر من المناورة، نستطيع يعني أن نمرر بعض المصالح التي لم نكن نستطيع تمريرها سابقا بسبب هذه الحالة الثنائية. يريد كل قطب من القطبين استمالة يعني هذه القوى الإقليمية في صفة، بالتالي يقدم أكثر مما يقدم الآخر حتى يستميل هذه القوى. اشرح لي هذه بس ما وصلتني. بمعنى خلنا ناخذ مثال أيام الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي والأمريكان الطرفين كانوا حريصين في بداية الحرب، في بداية حرب يعني 48 اللي صارت من إسرائيل أو من الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، في تلك الفترة كان هناك دعم سوفيتي ودعم أمريكي بنفس الوقت للإسرائيليين ضد العرب. أي نعم. ليش القوتين الدوليتين في نفس الوقت دعموا إسرائيل ضد العرب؟ لأن القوتين كانوا يرقبون باستمالة إسرائيل معهم كقوة إقليمية في تلك المنطقة تحت محوري الدولي أنا كروسيا أو كاتحاد سوفيتي أو كولايات متحدة. بعد ما انحازت إسرائيل بشكل واضح يعني بجانب الولايات المتحدة خلال يعني بعد 5 سنوات من تلك الفترة، انحاز السوفيت مباشرة إلى المحور العربي وبدأوا يعني برفع علاقاتهم العسكرية مع مصر بشكل مباشر، حتى يعني في العدوان الثلاثي في الخمسينات يعني عندما اعتدى كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، هذا صعد الرئيس الروسي أعتقد خروشوف على منصة الأمم المتحدة ويكرم السامع يعني رفع حذاءه وضرب على البوديوم في اليو أن وأعطى مهلة 24 ساعة لدول العدوان الثلاثي أن توقف الحرب ضد مصر وإلا ستوجه ضربات نووية للندن وباريس وتل أبيب. وبعد 23 ساعة وكم دقيقة توقف العدوان الثلاثي لأن هناك قوى دولية قادرة على تنفيذ تهديدها، وهذه القوى الثلاثة لا تستطيع الولايات المتحدة حتى يعني أن تحميها من تهديد نووي لأن حمايتها تعني الدخول في حرب عالمية، بالتالي حتى الولايات المتحدة اضطرت للضغط على الدول الثلاثة حتى تجنب العالم حالة حرب نووية عالمية قد تدمر العالم أجمع. بالتالي مسألة وجود قطبين عالميين يعطينا نحن كقوى صغيرة أو كقوى متوسطة خليجية أو عربية مثل مصر، يعطينا القدرة على المناورة بين القطب الشرقي والقطب الغربي. فإذا القطب الغربي ألزمني أو طلب مني أو فرض علي بعض الأمور أو أضر بمصالحي، تلقائيا لدي بديل دولي أستطيع الذهاب إليه وطلب رعاية دولية منه وطلب دعم عسكري منه، بالتالي أستطيع أوازن
يعني التحرك أو التصرف الغربي الذي قد يضر بمصالحي، أو العكس في حال كان القطب الشرقي أضر بمصالحي في منطقة معينة، أستطيع الاستعانة في القطب الغربي وأطلب منه يعني حماية عسكرية أو دعم عسكري أو يعني تسليح معين يعني نوعي قد لا نحصل عليه في الظروف الطبيعية، ولكن نحصل عليه في حالة الثنائية القطبية في العالم. بالتالي نحصل على مكتسبات أكبر عسكرية، استراتيجية، أمنية، اقتصادية، ويصبح كل من القطبين العالميين يطلب رضاء القوى الإقليمية المتوسطة حتى يعزز من تحالفاته الدولية ومن نفوذه الدولي كقوى عالمية وقطب عالمي، يعني يعتبر هذه التحالفات جزء من نفوذ العالمي في منافسته أو في سياق منافسته مع القطب الدولي الآخر. جميل. طبعا أنا تعبت يعني ما شاء الله السياسة الخارجية يعني يبي لها ما شاء الله عليك طبعا أستاذ، يعني وايد وضحت الأمور وايد يعني وسعت مداركي، ودائما أنا أقول ضيوفي بالنسبة لي مدرسة أتعلم منهم. الله يسلمك. كل ما هو طبعا جديد. أبي أرجع لك بس لإحنا إحنا إحنا لأن يهمني هذا الموضوع طبعا إقليمنا. هل تتوقع أن إحنا مستعدين أو لازم نستعد لمثل هذه الأمور؟ يعني إحنا الواحد دائما يقول ما يطالع تحت ريله، لازم يطالع قدام. صحيح. فهل شنو المفروض إحنا نسوي؟ يعني أنت قلت تكلمت عن اتحاد. صحيح. كلمني زيادة بس عن هذا الاتحاد. الاتحاد الكونفدرالي الخليجي. يعني أنا أقصد ما قاطعك إلا بالخير، يعني استعدادنا يجب أن يكون من خلال الاتحاد ولا ممكن ان احنا استعداد منفرد صعب جدا. استعداد احادي كدوله كويت صعب جدا، لان دوله نتكلم دول الخليج. دول الخليج اذا بناخذ حاله دوله الكويت بروحها، طبعا احنا دوله صغيره جدا، مساحتنا 17000 كيلومتر و800 على حدود العراق، عندنا شريط حدودي 212 كيلومتر مع العراق، وجنوب العراق او العراق عموما يعني منطقه تحت السيطره الايرانيه اصلا، فاذا كان هناك اي انزال بري ايراني يعني للأراضي الكويتية سيكون من السهولة بمكان من خلال الأراضي أو الحدود العراقية الكويتية. وعلى الطرف الآخر البحري يعني أمامنا إيران. المنطقتين يعني الشمالية والشرقية من العراق إلى إيران منطقة تضغط علينا بشكل كبير، ونشكل إغراء أمني يعني ولقمة سائقة، وإذا خرجت القوات الأمريكية من الأراضي الكويتية لتعوض النقص الدفاعي في شرق أوروبا أو في شرق آسيا، يعني سنكون إغراء أمني كبير يعني لإيران أو للميليشيات الإيرانية الموجودة في جنوب العراق. أعتقد حتى نعالج هذا الاختلال الاستراتيجي في ميزاننا الدفاعي مع الإيرانيين لابد يكون هناك اندماج دفاعي، اندماج كونفدرالي على 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 المجال في المجال الدفاعي والمجال الخارجي والمجال اللي هو السياسة الخارجية والمجال الأمني والمجال النفطي بنفس الوقت. هذه أحد الوسائل أو أحد التحركات التي تساعد على تعويض الاختلال الاستراتيجي، الاختلال في ميزان القوى، اختلال ميزان القوى، القوى الإيرانية والقوى الكويتية أو القوات المكملات الاستراتيجية الإيرانية في جنوب العراق، الميليشيات والقوى الكويتية، هناك اختلال فيها. أيوة. حتى نعاوض هذا الاختلال وتكون القوى موازنة مع الإيرانيين، بالتالي يكون هناك حالة من القدرة على الردع، فالإيراني قبل لا يقدم عليك يعيد حساباته مرة ثانية وثالثة، يفكر عندما يهاجم الكويت أني إذا هاجمت الكويت هاجمت منظومة مجلس التعاون أو اتحاد مجلس التعاون بجيشه الموحد وبسياسته الخارجية الموحدة، بالتالي الحسابات تختلف عن مهاجمة دولة منفردة صغيرة يعني منفصلة عن هذا التحالف الدفاعي الخليجي. الآن على سبيل المثال أوكرانيا لماذا تريد الانضمام للناتو؟ تريد الانضمام للناتو حتى تكون جزء من معادلة الأمن الجماعي الأوروبي، بالتالي إذا هجمت روسيا على أوكرانيا تكون كأنها هجمت على كل أوروبا، كل الاتحاد الأوروبي بما فيهم أمريكا، ويكون مطلوب من كل الاتحاد الأوروبي أن يردوا عسكريا على روسيا. نفس المعادلة لدول مجلس التعاون، لو تأسس نيتو خليجي على غرار النيتو الأوروبي أو الغربي، هذه الحالة ستضمن شيء اسمه الأمن الجماعي، وهذه الحالة ستكون قادرة بشكل من الأشكال على ردع الإيرانيين، خلق حالة توازن
في الميزان الإقليمي، بالتالي نضمن عندها عدم تهور الإيرانيين وإقدامهم لابتلاع بعض الدول الخليجية الصغيرة سواء جميل. كانت الكويت يعني احنا قطر بحاجة الى هذا بحاجة الاتحاد. الى هذا الاتحاد جميل. وكذلك بحاجة الى خلاص استئناف له ودي ابيك تكمل بس ثلاث نقاط سريعة. بحاجة كذلك الى رفع التعاون الدفاعي مع الباكستانيين ومع الفرنسيين، وكذلك بحاجة الى شراء رفع مشترياتنا العسكرية من الروس. جميل، شرفتني استاذ، خلص استئنافنا. الله يسلمك. كل الشكر لقبولك الدعوة استاذ. كان معي استاذ عبد الله خالد، كان معي الاستاذ عبد الله خالد الغانم، محلل سياسي وكاتب. شكرا لكم اخيرا وليس اخرا، حسن متابعتكم اعزائي المشاهدين، والقاكم على خير واترككم في رعاية الله. Oh,